السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، كلكم تتذكرون البحيرة اللي بيها البطة البرية اللي هي بالعراق نسميها البشة، اللي ضربن الأفراخ مالتها. جيت هسه لقيت يمكن ناس رايحة من عدهن، اللي رايح اللي جاي، يعني صار لي فترة وصايرات كبار، هسه راح خليني تقربن علي. صار فترة عنهن هواي، صار فترة خلي يتقربن عليه وشوف من الباقي، من الضال، من الجاي. هذني هن، هذني الافراخ طبعا، هذني ياهن. بس اريد انا المهجنات الالوان المو طبيعيه، ذن ذكور بريات، يعني الملونات من عتهن. شفت ذن الرماديات بالصدر الابيض والاسود بالصدر الابيض، بس اكو واحد كان فضي شكله هيك لونه، ما موجود هسه، ما لقيت، شو ما شفته، يمكن هسه يطلع لي من مكان. هذا بالصدر ابن البطريق وبالصدر الابيض، هذا فحل هذا، وذاك الاب، هذا الأب البطريق الأبيض، وذيك السودة من الصدر الأبيض. بعد أكو واحد رمادي لونه صدر أبيض، وذاك الفضي صاير فحل، يعني شفته صاير فحل أزرق على مثل هذا، بس على فاتح لون. شو يصيح لهن حتى يجن ما اعرف. هذا الثاني بالصدر الابيض، الافراخ كلهن موجودات وصايرات مخاليف كبار، هاي نثيه، وهذا فحل. السوده ذيك موجوده نثيه، السوده موجوده، هذاك الفحل اليم الابيض ازرق بس فاتح لونه، ذاك شوفوا ذاك اليمه، هو ابنه هذا من ذني، يعني الالوان مالتهن جهزت. شوف هذا وين ذاك اللي قدام السوداء، مو فحل ازرق، يعني هاي السوداء نثيه. يعني زايدات وزياده، بس انا اتذكر انثايات، نثايه اجن وياها افراخ، وحده وياها 11 وحده وياها 6، ما هن لا هن ولا افراخن، وين راحن ما ادري، يمكن هن ويذني كبران طاران، يعني ما اعرف. هسه ذني المجموع كله، هسه ذني شقد، 6 8 10 14 15 16 17 18 19، يعني هواي بالعشرين، ما اعرف شقد. شبعانات الناس تجي تطيهن اكل، فكلهن شبعانات، وشي اكيد ما راحن يطيرن يبعدن عن هذا المكان. ليش؟ لان يلقن اكل هنا وشرب وامان، فلهذا الشيء هن باقيات، ما طارن بعيد. اكل وشرب وامان فما يروحن. يعني هذا الفحل شلون حلو، هذا من الافراخ، شوف شلون لونه ابيض على زراق، وهذا اخوه طبعا. الاربعة المهجنات موجودات كلهن، ما رايح من عتهن، يعني هن الاخوة كلهم موجودين
والاب مالتهم هم شفته، والام يعني كلهم موجودين، ما رايح من عندهم ما حد، كلهن موجودات. يعني صار بحيرة مليانة بط. لهنا أنهي حلقتي لهذا اليوم. إذا عجبك الفيديو اضغط لايك واشتراك وفعل علامة الجرس وانشر الفيديو لأصدقائك حتى يشوفون الفيديوهات. وفي أمان الله.